قلنا أجاييه وقلنا السعيد وقلنا حمد النقاز، عاوز أروح بيك لموضوع مهم وهو إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى اللي ملأ الدنيا دقيقا وانتقد النادي الأهلي وقال لك ما ينفعش الأهلي يقول الأهلي فوق الجميع، وما ينفعش الأهلي، وأنا قلت لهم يا جماعة اخلصوا من موضوع الأهلي فوق الجميع ده واعملوا حاجة تانية، قولوا الأهلي فوق جميع أبنائه، تبقوا ريحتوا دماغكم، تبقوا ريحتم دماغكم وتبقوا ارتحتوا. لكن إبراهيم عيسى الناس في النادي الأهلي، بلاش مش الناس في النادي الأهلي دي المسؤولين، يعني جمهور النادي الأهلي العظيم 70 مليون مصري، 100 مليون عربي، 150 مليون عربي، جمهور جماهيرية طاغية في الدول العربية، جابوا له مقال قال لك ليت مصر كلها أهلي. بص بس معايا كده حبيب قلبي، ليت مصر كلها أهلي. أهلي، اوعى تفتكر ان يعني مصر كلها تبقى أهله، لا، تبقى النادي الأهلي. بص يا سيدي، هقرا لك المقال ده لأن ده دليل على الازدواجية في التفكير والانبطاح اللمفاوي والفرحة الطاغية وطوفان الفرحة اللي بيخلي الواحد يخرج عن تركيزه، عن تركيزه. قال لك ايه بقى؟ اذا الاهلي هو النموذج، ركز معايا عشان الناس دي ما ينفعش تمتدح الاهلي الكيان والجمهور والاداره واللاعبين ثم تعوز تعود ادراج في وهنا مدح امتى؟ في مرحله ياس من ان الزمالك يعمل حاجه وان ابنه اهلاوي. انا بقول لك ابنه قال له يا بابا انت يعني انت وعمي زملكاويه ومحروق دمكم كل شويه، انا رايح للاهلي. اظن يحيى ودايما بروح يتصور مع لعيبه النادي الاهلي وبيعيش مع لعيبه النادي الاهلي. فقال ايه بقى؟ اذا الاهلي هو النموذج الذي يجب ان نكون عليه الان جميعا، الان جميعا. تعميم الان يعني هذه الايام السوداء التي نحياها وفي هذه الازمه الطاحنه التي نعيشها ومع هذا الانقسام والصراع الذي نغطس فيه، لماذا الان؟ اخص بالاهلي النادي والفريق والجماهير، فالجماهير جزء عاكس لما نحن فيه ومنعكس على ما نحن فيه، لكن الاهلي النادي والفريق حاجه تانية. نحن امام مؤسسه منضبطه، خلي بالك من مفردات ابراهيم عيسى اللي قلب الدنيا، اللي قلب الدنيا. نحن امام مؤسسه منضبطه وصارمه في بلد دبت فيه الفوضى، الكلام ده كان بعد الثوره يعني، اللي هو مشي فيها مع الراجل التاني ده بتاع الطاقه الذريه ده اسمه ايه؟ محمد ايه؟ والله نسيت اسمه، الراجل الخايب ده الطويل ده اسمه محمد ايه؟ برادة، اللي كان ماشي معاه، هو كان ماشي معاه ودلوقتي بيقول لك الفوضى. نحن امام مؤسسه منضبطه وصارمه في بلد دبت فيه الفوضى، الى حد يفكك البلد ويقسمه ويمزقه ويصيبه بارتباك وارتجال وعشوائيه. لا يزال لدينا في بلدنا والحمد لله مؤسسه كالاهلي، يعني بيحمد ربنا ان في على نعمه الاهلي. يا عم اضرب اللايك، يا عم اضرب اللايك على اليوتيوب، العدد اللي موجود ده نثبت اللايف عشان نعرف نكمل كلامنا. اضرب اللايك على اليوتيوب وابعت النجوم على الفيسبوك، ده كلام مهم. ايوه يا بيع على باللايك نصفره. هقول لك موضوع ناصر منسي دلوقتي، حاضر اقول لك موضوع ناصر منسي يا عم، من غير ابو حملات ومن غير حاجه، يعني ما ابو قميص اهو. لا يا سيدي اضرب اللايك، لا نعلى باللايك على اليوتيوب، انا معاك يا بيه. ما اقدرش اقول الشتيمه اللي انتوا بتقولوها دي. رفعت جوهر ربنا يسعدك، ابعت رفعت النجوم يا رفعت، انت ومحمد فتحي. يوسف ادم بيقول عمي يبقى البرادع، انت محر في عمك، اولع انت وعمك. المهم، ولا يزال لدينا في بلدنا والحمد لله مؤسسه كالاهلي قادره على التوحد وفرض الانضباط والالتزام بقواعد وتقاليد. لا يزال لدينا مؤسسه قويه وقادره في وسط اجواء ضربت كل المؤسسات بالعجز والتفاهم. النادي الاهلي نموذج ايضا في عدم الانسياق الى المزايدات من جمهور ثوري التراساوي هائج مائج دون ان يحدد مشروعا واضحا ولا الانسياق وراء البعض المتصم من مواقفه. هو هنا اللي بينتقد الالتراس، هو اللي كان ماشي مع البراده. من يريد ان يبيع نفسه للمشترين الجدد على اول نصيحه ويؤدي فروض الولاء والطاعه او السمع والطاعه للاخوان ودولتهم الميليشيه، كان اختلف بقى معاه. النادي الاهلي في عز ما البلد ضايعه وتائهه ودائخه وفاشله، فانه يصر على العمل والالتزام وعلى النجاح بروعه فائقه فيحصل على بطولة أفريقيا، الكلام ده بقى 2012-2013 بكل هذا الجمال والرقي في الأداء، فهو لم يتحجج بعدم اللعب داخليا ولم يبحث عن مباراة الفشل والكسل ولم يترك نفسه لدوامة الخيابة التي سقط فيها البلد ولم تستنزفه محاولة دولة الإخوان جرجرة مسؤولي النادي في تهم مالية وإدارية تشغل الناس وتضرب النادي بجمهوره بأنصاره. النادي الأهلي استطاع أن يشكل فريقا من المواهب والكفاءات ويحافظ عليهم ويحفظهم
ويكلف مديرا فنيا وطنيا على اعلى درجات الكفاءه والاحتراف والمسؤوليه والخبره. كان مره البدري ومره محمد يوسف، فادار بالعقل والوعي وسط اجواء منفلته منفعله في البلد كلها، فنجح بامتياز. النادي الاهلي نموذج في المسؤوليه الوطنيه، فيؤدي مهمته من اجل البلد وسمعته وصورته، ويهمه شرف بلاده واسم فريقه، فلم يفلت لحظه ويساوي بين رئيس البلد والبلد وبين حكام البلد والبلد. اشتغل عشانك يا مصر، فقدم في اليابان عروضا مشرفه ترفع الهامه وتحني القامه احتراما لمجد هذا الفريق فخر بلاد. ليتنا كلنا نكون اهلاويه في هذا الظرف، نتمسك بالكفاءه والاحتراف، ونعمل بمنتهى العزيمه والاخلاص، ونرفض المبررات والحجج، ونقاوم الفوضى والانفلات، ونحافظ على وحدتنا ومهمتنا، ونرفع مقدراتنا، ونجدد عزيمتنا، ونمجد بلدنا. تحيه الى حسن حمد، محمود الخطيب، هشام سعيد، حسام البدري، هادي خشب، ابو تريكه، وائل جمعه، بركات، احمد فتحي جد، وكل راجل اهلاوي اعطى درسا لنا في الكفاءه والتوحد والتصميم والنجاح وتشريف بلدنا. هذه فعلا اللحظات التي اصدق معها ان الاهلي فوق الجميع، فالجميع غاطس في فشله وخيبته وفوضاه وتعثره وارتباكه، والاهلي وحده فوق حيث النصر والبطوله. نقلا عن جريده التحرير في 13/12/2012. طيب نقف عند العباره الاخيره، الجمله الاخيره. هذه فعلا اللحظات التي اصدق معها ان الاهلي فوق الجميع، فالجميع غاطس في فشله وخيبته وفوضاه. هنا هو نفسه فاهم غلط. هو هنا بيقول لك الاهلي فوق الجميع، الدوله والثوره والمؤسسات والافراد. لا، الاهلي فوق جميع ابنائه. لازم انا هقعد اقولها كده عشان الناس تفهم. الاهلي لا يستعلي على مؤسسات الدوله، الاهلي ليس فوق مؤسسات الجيش ولا المخابرات ولا الشرطه ولا التعليم ولا الحكومه ولا البرلمان ولا الرئاسه ولا اي حد. الاهلي فوق جميع ابنائه، وليس الاهلي فوق جميع مؤسسات الدوله. لازم نوضح مثل هذه الامور، فاحنا بنوضحها عشان الناس اللي مش عارفه تعرف، وعشان يدب الاحترام والتقدير لكافة مؤسسات الدولة. هنا إبراهيم عيسى يتغزل في النادي الأهلي. إبراهيم عيسى الذي تجاوز في حق النادي الأهلي وأساء له، يعني وسخر منه وسخر من مؤسسيه، وقال إن الأهلي فوق الجميع شعار نازي وإن ده كذا. الأهلي قدم خد إجراءاته القانونية لكن مش حصل فيها حاجة، لان ممكن يعد الامر تحت الراي كما قال نقيب الاعلاميين الدكتور طارق السعده، لكن في كل الاحوال يبقى ان النادي الاهلي منظومه جميله، منظومه يفتخر بها الجميع بما فيهم ابراهيم عيسى الذي تطاول عليه واساء اليه ووصف شعاره الاهلي فوق الجميع بالنازيه. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. الناس هنا بتسالني على ناصر منسي. ناصر منسي لاعب بيراميدز، لاعب مهاري، لاعب موهوب، 23 سنه، نجم في منتخب الاولمبي، شاركه في دوره الالعاب الاولمبيه، لاعب مميز. نادي الزمالك دخل في مفاوضات للحصول على خدمات ناصر منسي. ناصر منسي يرفض التجديد مع نادي بيراميدز، ونادي الزمالك يتحين الفرصه للحصول على خدمات. طالما بكلمك عن نادي الزمالك وقلت لك ان حمدي النكاز خلص، لازم اقول لك ان محمد صبحي